بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أبنائي وبناتي طلبة الصف الثالث الإعدادي أهلا بكم بنكمل مع بعض رحلتنا في حل كتاب الامتحان أول سؤال مع بعض اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية رقم واحد نقطة وهمية في باطن العدسة تقع على المحور الأصلي لها في منتصف المسافة بين وجهيها طبعا ده بنعرف مين دلوقتي بعرف اللي هو المركز المركز البصري ليه؟ للعدسة علشان انا بكلمنا على مين بقول ايه في بطن ايه العدسة تقاصر لا جنسي خلي بالي يتم باستخدام الاعضاء النباتية المختلفة عادة البذور البذور ملاش علاقة معنى كده انا بتكلم على مين على التقاصر الخضري التقاصر الخضري مرض يصيب العين ويسبب صعوبة في الرؤية نتيجة لاعتام عدسة العين. طبعا انا بتكلم على مين? على اللي هو مرض اللي هو المياه البيضاء. هنيجي رقم تلاتة عندنا. يبقى رقم تلاتة زي ما قلنا عبارة عن ايه? مرض المياه البيضاء. او بسميه اللي هو القطرقت. الاتنين صح. رقم اربعة. مجموعة مكونة من أربعة كروماتيدات تنشأ من تقارب كروموسومين متماثلين من بعضهما طبعا هنا بعرف مين اللي هي المجموعة الرباعية يبقى رقم أربعة المجموعة الرباعية خمسة العجلة التي يتحرك بها الجسم عندما تكون سرعته النهائية أقل من سرعته الابتدائية طبعا هنا بتكلم على العجلة إيه اللي هي السالبة رقم خمسه أقول له العجله المنتظمه السالبه رقم سته قرص غازي مسطح مستدير يفترض أنه كون كواكب المجموعه الشمسيه طبعا هنا بيعرف لمين اللي هو ايه السديم يبقى رقم سته اللي هو مين السديم. على اللي ياتي رقم واحد يراعي الطيارون السرعه المتجهه للرياح اثناء الطيران اللي جاي بقوله لان اتجاه الرياح يؤثر على سرعه الطائره وبالتالي يؤثر على زمن الرحلة وكمية الوقود رقم اتنين ثبات عدد الكروموسومات في أفراد النوع الواحد التي تتقاصر جنسياً إحنا عارفين التكاثر الجنسي بيتم إزاي إحنا في رقم اتنين عارفين التكاثر الجنسي بيتم عن طريق اللي هو اندماج اللي هو المشيج مذكر مع مشيج مؤنث وبيكون مين اللي هو ايه الزيجوت عارفين برضك ان المشيج المذكر ده بيحمل نص المادة الوراثية اللي هي ان او نون والمشيج المؤنث نفس الكلام اللي هو بيحمل نص المادة الوراثية اللي هي ان او نون هيكون اللي هو مين الزيجوت الذي يحمل كل المادة الوراثية اللي هي اتنين نون هنقول الكلام ده ازاي يبقى هقول له هنا نتيجة يبقى رقم اتنين كده الاجابة بتاعتنا اقول له الاجابة الاندماج لاندماج ده اسمه ايه المشيج المذكر الاندماج مين المشيج مين المذكر مع المشيج مين المشيج المؤنث والذي يحمل كل منهما نصف الماده الوراثيه اللي انا بسمها ايه اللي هي ان يكون مين ويكون الزيجوت الذي يحمل كل المادة الوراثية اللي انا اسميها ايه تو ان السؤال اللي بعد كده لا تتكون صورة لجسم موضوع عند بؤرة مرآة مقعرة الاجابه هقول له يبقى رقم تلاتة عندنا لان الاشعه لان الاشعه تنعكس متوازيه الى ما لا نهايه ولا تتلاقى فعلشان كده ما ينفعش تتكون ايه صوره في الشكل المقابل سقط شعاع ضوئي على المرآة A دي أول مرآة عندنا بحيث كان موازيا للمرآة اللي هو B يبقى ده شعاع ضوئي سقط موازي لمين اللي هي المرآة B ارسم مسار الشعاع حتى ينعكس على المرآة B يعني الشعاع ده المفروض قابل المرآة دي ينعكس ويروح على مين على المرآة B عاوزين نرسم الكلام ده ثم احسب زاوية الانعكاس على او عن المرآة م اللي هي ب ومدينا هنا الزاوية دي بكام؟ ب 30 درجة. كبرنا الرسمة نفس الرسمة كبرناها شوية عشان تبان معانا. عندنا هنا الزاوية ديت اللي ب 30 درجة وعند المرآة ديت اسمها ايه؟ والمرآة ديت اللي هي مين? اللي هي ب. طيب حلو قوي. وده الشعاع الضوء اللي هو ايه؟ الساقط. احنا دلوقتي هو قال ده يوازي ده. الشعاع ده يوازي ده. طالما الاثنين موازيين لبعض وده اللي هو قاطع لهما فمعنى كده الزاويه دي عندنا بكام درجه ب 30 درجه هنشتغل شويه رياضه بقى كده يبقى الزاويه دي بكام ب 30 درجه طب دلوقتي لو انا على اللي هي المرايه اللي هي اي ديت لو انا من هنا اقمت العمود يعني من النقطه دي كده من نقطه السقوط ديت اهو عملت اللي هو اللي هو العمود اللي هو قدامي ده اقمت العمود ده ده عمود عندنا اهو تمام اصبح دلوقتي الزاويه اللي هي قدامي ديت من كلها بكام ب 90 درجه معنى كده وعند دي بكام ب 30 يبقى دي بكام ب 60 يبقى عند دي ب 60 ايه 60 درجه هنبدا كده الشعاع ده لما يسقط هنا ايه اللي هيحصل له هيحصل له عمليه انعكاس ويبدا هنا ينعكس على مين على اللي هي المرايه مين اللي هي بي بحيث ان زاويه السقوط اللي هي أنا قدام هنا قدامنا بكام ب 60 درجه تساوي زاويه مين الانعكاس يعني هرسمه بالشكل ده يبقى ده الشعاع عندي اهو هينزل بالشكل ده ده اللي هو ساقط على مين؟ على المراية ب بحيث إن الزاوية دي اللي هي زاوية السقوط يبقى اللي عندي ديت هنا اسمها زاوية السقوط وديت زاوية الانعكاس بحيث الاتنين بيساووا بعض الستين دي تساوي ستين ديت طبعا ده القانون اللي احنا ايه واخدينه طيب أصبح الزاوية دي بكام؟ بستين درجة وعندي طبعا ده كمان عمود مقام يعني دي بكام؟ دي بتلاتين درجة تمام طيب الشعاع ده دلوقتي سقط على مين على اللي هو المرايه اللي هو بي دلوقتي هنا لما سقط هنا المفروض اللي يحصل له هيرتد يرجع مره ثانيه على المرايه مين على المرايه ايه مره ثانيه طيب تعال نقيم الاول من هنا كده اللي هو العمود بتاعنا لو ده عندنا العمود المقام اهو ده العمود اللي هو ايه المقام دلوقتي عندنا الحرف اللي قدامي ده كده زي ما انتم شايفين كده ده حرف ايه؟ حرف زد اه تمام؟ الزوايا دي كلها على بعضها بكام؟ ب 120 يبقى دي كلها على بعضها بكام؟ كل كل دي على بعضها كده بكام؟ ب 120 درجه. دلوقتي هنا ساعه ما الشعاع ده سقط ايه اللي يحصل له؟ المفروض هيرتد هيرتد ويروح على مين؟ على اللي هو المرايه بيه بالشكل ده. اه هيبدا يرتد بحيث أه نظبط ايدينا كده الاول ان الزاويه دي تساوي الزاويه دي زاويه السقوط تساوي زاويه الانعكاس آه نظبط ايدينا هو بالشكل ده اصبح الزاويه دي هي سقوط وديت السقوط بالنسبه لمين ل بي وديت اللي هي الانعكاس تمام بحيث الاثنين بيساوي بعض وده طبعا الشعاع اللي هو ايه الساقط على مين على المرايه اللي هو ايه هنا عامل هنا معايا عمود يبقى ده عمود بالنسبه لي طالما ده عمود معنى كده الشعاع ده هيرتد على نفسه معنى كده هيقف على كده خلاص يبقى الشعاع ده سقط عموديا على المرايه ايه بحيث ان زاويه السقوط بتساوي زاويه الانعكاس هما الاثنين بيساوي صفر عرفنا منين عشان هنا سقط ايه عموديا على مين على اللي هي المرايه ايه دلوقتي هو عاوز ايه في السؤال بقى نرجع للسؤال كده بيقول لي احسب زاويه الانعكاس عن المرأة بي زاويه الانعكاس اللي هي ديت يبقى هو عاوز الزاويه دي اللي انا هظللها دي كده عاوز الزاويه دي يا ترى بكام درجه طيب تعالى كده مع بعض نحسبها دلوقتي دي بكام ب 30 ودي بكام ب 30 وطبعا ده كله على بعضه مثلث يبقى معنى كده 30 و 30 يبقى كام اللي هي 60 60 من 180 اتفضل لي كام 120 درجه يبقى دي كلها على بعضها بكام بكام ب 120 درجه وانا عندي طبعا ده بينصف اللي هو الزاويتين دولت معنى كده الزاويه دي ب 60 درجه والزاويه دي كلها على بعضها بكام ب 60 درجه طيب وهنا عندي هنا دي بكام؟ تعال ناخد بقى المثلث ده اللي هو قدامي ده كده، اللي هو ده. أنا عندي دي بكام؟ ب 30، ودي ب 90، يبقى دي بكام؟ ب 60، صح كده؟ طيب، يبقى دي عندي ب 30 درجة، ودي ب 30 درجة. يبقى دي ب 30، ودي بكام؟ ب 30، يبقى زاوية الانعكاس اللي هو بيسألنا عليها هتساوي كام؟ هتساوي 30 درجة. تمام؟ يبقى عندي هنا زاوية الانعكاس اللي هو بيسألنا عليها هتطلع بكام؟ بثلاثين درجة حتى ده عامل لي حرف زي الدهار. ده ده بكام؟ بستين يبقى دي على بعضها كلها بكام؟ بستين هي كمان بس هنا الشعاع ده لما انعكس هنا أصبحت الزوايا دي بكام؟ بتلاتين ودي بكام؟ ب30 درجة يبقى عندنا الحاجة التانية المطلوبة عندنا أقول له زاوية الانعكاس عن المرآة اللي هي بي بيساوي كام؟ بيساوي تلاتين درجة. صوب ما تحته خط في العبارات الآتية: رقم واحد: عندما يتحرك الجسم بعجلة منتظمة فإن سرعته تكون صفر. طبعًا الكلام ده غلط، طالما في عندي عجلة منتظمة السرعة بتاعتها هتكون إيه؟ سرعة إيه؟ متغيرة، أو بسميها سرعة غير منتظمة. يبقى رقم واحد كده عندنا أقول له: متغيرة. او اللي هي ايه غير منتظمة لان هنا في قيمة ايه للعجلة رقم اتنين اذا كانت نواة حبة اللقاح نبات تحتوي على عشر صبغيات دي نواة حبة اللقاح يعني مشيب مذكر تمام فان نواة خلية اوراقه خلية اوراقه اوراقه يعني خلية جسدية تمام تحتوي على كم من الصبغيات من عند اللي هي المشيج المذكر فيه عشر صبغيات معنى كده عند اللي هي الخلايا الجسدية تحتوي على الضعف يبقى ده مرتين يعني كام؟ يعني عندي عشرين صبغي أو ممكن أقول اللي هي عشر إيه؟ عشر أزواج يبقى عند رقم اتنين كده في إجابتين يمشوا صح معايا يا إما أقول عشر أزواج يا إما أقول إيه؟ اللي هي عشرين صبغي أو كروموسوم الاتنين صح السؤال اللي بعد كده رقم 3 سيارة متحركة تقطع مسافة 200 كيلومتر في 150 دقيقة في 150 دقيقة تكون سرعتها 90 كيلومتر في الساعة وهنا مثبت لمين مين الكيلومتر في الساعة يعني عاوزني هنا اطلع الوحدة بالكيلومتر كل ساعة طب تعالى كده نرجع المسألة تاني انا عندي هنا كم كيلو 200 كيلومتر طبعا ده عبارة عن مين عبارة عن المسافة يبقى عندي فيه بتساوي 200 كيلومتر وعندي اللي هو الزمن، قال لي قد إيه؟ الزمن عندي مية وخمسين دقيقة. يبقى عندنا الزمن زين بيساوي مية وخمسين دقيقة. طب دلوقتي عندي الكيلومتر ده هسيبها زي ما هي، مش هاجي في حاجة. أنا دلوقتي عاوز أحول الدقيقة ديت لإيه؟ إلى ساعات، إلى ساعة. هعمل إيه؟ المية وخمسين ديت هقسمها على كام؟ هقسمها على ستين. يبقى عندنا كده بيساوي مية وخمسين على كام؟ على ستين لما اقسمها هيطلع لي اتنين ونص اتنين ونص ايه انا حولت الايه لساعات يعني هنا اتنين ونص ايه ساعة ده اول حاجة انا عملتها بعد كده هنجيب مين اللي هو فيه اللي هو بيسألنا عليها هو عاوز مين هو عاوز اللي هو عين تكون سرعته يبقى عاوز عين يبقى عندي هنا عين عين بيساوي اللي هي المسافة على الزمن المسافة عندنا بكام؟ والله مديني مسافة بـ 200 كيلو يبقى ميتين. على الزمن اللي أنا جبته كام؟ اتنين ونص، لما أقسمهم هيطلع لي تمانين كيلو متر لكل ساعة، يبقى الإجابة عندي كام؟ تمانين كيلو متر كل إيه؟ ساعة، يبقى التسعين اللي عندنا دي هنخليها كام؟ تمانين كيلو متر إيه؟ لكل إيه؟ لكل ساعة، رقم أربعة عندنا تتكون الجراثيم في فطر عيش الغراب داخل أكياس خاصة تسمى المبيض، وبيكلمنا على مين؟ على الجراثيم. واحنا عارفين الجراثيم بتتكون داخل مين اللي هي الحوافز مين الجرثومية يبقى الإجابة رقم أربعة الحوافز الجرثومية خمسة أقصر مسافة يقطعها الجسم في اتجاه ثابت تسمى السرعة طبعا هنشيل السرعة ونكتب مكانها إيه اللي هي الإزاحة يبقى هنشيل السرعة ونكتب مكانها إيه الإزاحة رقم ستة نشر العالم إسحاق نيوتن بحثا بعنوان نظام العالم وكان ذلك في عام 1796 طبعا النشر البحث ده اللي هو اسمه ايه اللي هو لابلاس يبقى رقم 6 عندنا اللي هو لابلاس او بسميه اللي هو بير سيمون ايه لابلاس ماذا يحدث في الحالات الاتية رقم واحد عندنا عندما يقطع جسم متحرك نفس المسافة في النصف الزمن بالنسبة لسرعته طب ما احنا عارفين ان عين عارفين عين بيساوي فيه على زين صح ولا لا عين بيساوي فيه على زين طب دلوقتي ايه العلاقة بين المسافة والسرعة طبعا دي اسمها علاقة طردية ده يزيد ده يزيد ده يقل ده يقل طب هنا بيصنع على مين هنا بيقول لي عندما يقطع جسم متحرك نفس المسافة يعني هنا بيكلمني المسافة ثابتة بالنسبة لي بس في نص مين؟ في نص الزمن، الزمن هو اللي اتغير، أصبح النص. إيه اللي يحصل للسرعة؟ إيه العلاقة أصلًا بين السرعة والزمن؟ العلاقة بينهم علاقة عكسية. علاقة إيه؟ عكسية. يعني ده لما يقل للنص ده هيزداد للضعف اللي هي السرعة. يبقى هنا أقول له الإجابة، يبقى كده عندنا رقم واحد. أقول له الإجابة، تزداد تزداد سرعة الجسم إلى الضعف لوجود علاقة عكسية مع مين؟ لوجود علاقة عكسية مع الزمن مع الزمن رقم اتنين سقوط شعاع ضوئي مرا بمركز تقور مرآة مقعرة ايه اللي يحصل له؟ طبعا ده هينعكس على نفسه يبقى إيه رقم اتنين عندنا رقم اتنين اقول له ينعكس على نفسه طب ليه؟ لأن زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس بتساوي صفر رقم تلاتة وضع جسم على بعد ثمانية سنتيمتر من سطح عدسة محدبة خلي بالي بالمحدبة مأخوذة من سطحي كرتين قطر كل منهما 16 سنتيمتر. يبقى قطر الكره الاولانيه 16 وقطر الكره الثانيه كام 16 معنى كده نص القطر هيكون كام اللي هو نص الرقم ده هيكون كام 8 سم يبقى هنا نص القطر ب 8 خلي بالي معنى كده ان احنا هنرسم اللي هي عدسه ايه محدبه يبقى هنرسم عدسه محدبه وعند هنا نص قطر طبعا النقطه اللي في النص ديت هنعمل خط كده الاول كده خفيف علشان يحصل عملية الانكسار من عنده والنقطة اللي أنا عملتها في النص دي اسمها ص اللي هو المركز البصري وهنرسم هنا مسافات متساوية هنفترض مثلا هنعمل أي مسافات بالمسطرة ونكتب عليها أي أرقام تانية إحنا عاوزينها يعني مثلا نثبت الستة في النص أهو هنعمل كده تلاتة واليامة دي تلاتة واليامة التانية تسعة واللي هي اتناشر إحنا دلوقتي عملنا إيه مسافات متساوية زي ما إحنا شايفين طبعا دي اسمها ب دي اسمها م ب وديت م جميل قوي دلوقتي هو قال لي هنا اتفقنا ان عندنا اللي هو نص القطر بكام نص الرقم ده اللي هو ب 8 سم يعني مركز التقور على بعد 8 سم منين من المركز البصري يعني المسافه دي كلها كده بكام ب 8 سم معنى كده دي بكام ب 4 4 سم والحته الثانيه دي بكام ب 4 سم ودي نفس الكلام عندنا دي ب 4 وديت بايه ب 4 سم طيب نكمل كده السؤال وضح مع الرسم المسافة بين الجسم وصورته مع ذكر خواص الصورة إيه المتكونة طب هو قال لي الجسم اتحط فين أصلا قال لي وضع جسم على بعد كام 8 سنتي يبقى الجسم هنا يبقى الجسم محطوط على بعد 8 سنتي أنا يعني عندي إيه عند مركز التقور يبقى الجسم موجود عندي هنا أهم حاجة أعرف مكان الجسم فين يبقى هنا ده الجسم بتاعي على بعد كام 8 سنتي طالما ده الجسم محطوطة على بعد ثمانية سنتي. يعني عند مركز التكور معنى كده الصورة بتاعته تكون فين عند مركز بردك ايه عند مركز التكور تعالوا نرسمه مع بعض كده اول شعاع هنرسمه. هيطلع من الجسم ويمر مين ويكون موازي ليه اللي هو المحور الاصلي اول شعاع الاول اهو موازي للمحور مين الاصلي شلت ايديا حط السمي بتاعي ايه اللي هيحصل له ده هينكسر ويمر مين بالبقرة. اهو بالشكل ده ده أول شعاع عندنا طلع برضك إيه السهم بتاعي الشعاع التاني هيطلع من اللي هو الجسم ويمر بالمركز البصري المركز البصري اهو عند خلي بالي يبقى عند الجسم اهو وده اسمه إيه المركز مين البصري أظبط إيديا كده الأول ومكان التقاء الشعاعين هعمل الصورة بتاعتي. ده بالنسبه مين للشعاع ايه الشعاع الثاني طبعا ده ما ينفذ على استقامته زي ما احنا عارفين فين الصوره اللي هي مكان مين التقاء مين اللي هي الشعاعين دول اهو بالشكل ده دي الصوره بتاعتي تمام يبقى ديت الصوره اللي هي تكونت. الصوره طب تعال نطلع خصائص الصورة كده، تعال نطلع خصائص الصورة. أول حاجة الصورة ديت بنسميها صورة حقيقية، مقلوبة زي ما احنا شايفين، مقلوبة مساوية للجسم. طيب مكان الصورة فين؟ عند مركز التقاور. مكان الجسم فين؟ عند مركز التقاور. الصورة اللي هي طلعت عندي حقيقية مقلوبة إيه؟ مساوية للجسم. عاوز هنا كمان سؤال بولي لي وضح مع الرسم المسافة بين الجسم وصورته. عاوز المسافة بين الجسم والصورة بتاعته. طب تعالوا نحسبها مع بعض كده، عاوزين المسافة بين الجسم والصورة، مش ده الجسم؟ ودي الصورة، عاوزين المسافة دي كام؟ طب هي من هنا لهنا كام؟ شغلنا قلنا ده بأربعة، ده أربعة، يعني كام؟ بتمنية، واليامة التانية؟ برضك بتمنية، يبقى عندي هنا أقول له المسافة المسافة بين الجسم والصورة بيساوي تمنية، زي كام؟ تمنية، هيطلع لي كام؟ ستاشر سنتيمتر. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القصين الخط الواصل بين مركزي تقور سطحي العدسة مرة بالمركز البصري للعدسة يسمى يا يسمى إيه؟ البعد البؤري للعدسة طبعا الكلام ده غلط المحور الأصلي للعدسة طبعا دي الإجابة الصح المحور الصنوي لا نصف قطر تقور العدسة برضك لا يبقى الإجابة عند مين المحور إيه الأصلي يحدث انقسام نقط لإنتاج الحيوانات المنوية حيوانات منوية يعني أمشاج مذكرة طيب هي بيتم انتاجها فين؟ هنا بيقول لي هنا انقسام ميتوزي في المبيض، اولا هو ده انقسام ميوزي مش ميتوزي لان ديت امشاج والحاجة التانية اللي هو المبيض ده بيتم فيه انتاج البويضات وليس الحالات المنوية المفروض بيتم داخل الخصية في دي بالنسبة لنا غلط. ميوزي صح بس المبيض دي غلط فأصبحت العبارة كلها غلط. الميتوزي قلنا غلط الخصية صح بس أصبحت العبارة كلها غلط. ميوزي صح خصية صح يبقى دي الإجابة عندنا. من الشكل المقابل يكون نصف قطر تقور المراية كم سنتي؟ 3 6 9 12 مديني رسمة اهو ديت مراية مقعرة مراية مقعرة وعندي هنا عملي شعاع أمشي مع الأسهم شعاع ساقط اهو إيه اللي حصل له؟ انعكس لما قابل اللي هي المراية موازيا للمحور الأصلي اللي هو النقط ده طالما انعكس موازي للمحور الأصلي معنى كده إن الشعاع ده مر إيه؟ مر بالبقرة يبقى إيه ديت عندي بيها طب ب هنا على بعد كام سنتي؟ 3 سنتي، معنى كده ان عندي هنا مركز التكور اللي هي م هيكون على بعد كام؟ 3 هي كمان. من هنا هنا هيكون كام؟ 3. يبقى من اول المرايه لحد النهايه هيكون كام؟ 3 زائد 3 يطلع لي كام؟ 6 سنتيمتر. من الاوليات النباتيه، بقول لي نباتيه خلي بالي، التي تتكاثر بالانشطار الثنائي، اميبا وبكتيريا. طب الاميبا دي اوليات حيوانيه ما تنفعش معايا البكتيريا صح بس الاميبا غلط فاصبحت العباره غلط باراميسيوم واليوجلينا انا عندي الباراميسيوم ده من الاوليات مين اللي هي الحيوانيه ما تنفعش معايا اليوجلينا صح انما الباراميسيوم ما ينفعش معايا الاميبا احنا لسه قايلين غلط والباراميسيوم كمان غلط وبالتالي هما الاثنين اصبحوا ايه غلط بالنسبه لنا البكتيريا والطحالب البسيطه ايوه هي دي الاجابه صح يبقى عند البكتيريا والطحالب البسيطه دي تعتبر من الاوليات مين اللي هي ايه النباتيه إذا كانت السرعة النسبية لسيارة عشرين كيلومتر كل ساعة، دي السرعة مين؟ السرعة النسبية، بالنسبة لمراقب يتحرك بسرعة أربعين كيلومتر كل ساعة في نفس إتجاه- في نفس الإتجاه خلي بالي، فإن السرعة الفعلية للسيارة بتساوي كام كيلومتر في الساعة؟ يبقى إحنا دلوقتي عاوزين السرعة الفعلية؟ إحنا عارفين إن السرعة الفعلية السرعة الفعلية بتساوي السرعة النسبية. زائد سرعه المراقب طب مديني السرعه النسبيه بكام مديني السرعه اللي هي النسبيه بكام نشوف هنرجع المساله تاني كده السرعه النسبيه اللي بكام ب 20 يبقى نعوض عنها بكام دي ب زائد سرعه المراقب اللي هي كام اه المراقب يتحرك بسرعه 40 كيلومتر في الساعه يبقى عندي سرعه المراقب كام 40 كيلومتر في الساعه يبقى 20 زائد 40 هيطلع لي كام 60 متر في الساعة يبقى نختار كام؟ 60 يبقى يعني عندنا الإجابة زي ما إحنا شفنا قلنا إيه؟ 60 كيلومتر إيه في الساعة. ايه يقع نظامنا الشمسي في إحدى الأذرع نقط لمجرة ضرب التبانة حلزونية ولا بيضاوية ولا مستقيمة ولا دائرية؟ طبعا نختار مين؟ اللي هي إيه؟ الحلزونية. ما أهمية كل من؟ رقم واحد المرآة المحدبة التي توضع على يمين ويسار سائق السيارة. إحنا عارفين طبعا المرآة اللي هي المحدبة بتكون اللي هي صورة تقديرية معتدلة إيه؟ مصغرة، وبالتالي تكشف الطريق خلفه، يبقى رقم واحد كده عندنا، يبقى اللي جايب رقم واحد، أقول له تكشف الطريق خلف السائق لأنها تكون صورة تقديرية معتدلة. مصغرة رقم اتنين الجسم المركزي فيها الخلايا الحيوانية ايه الاهمية بتاعته احنا عارفين طبعا يبقى رقم اتنين عندنا رقم اتنين الجسم المركزي طبعا بيكون من خيوط ايه المغزل وخيوط المغزل طبعا بتساعد في عملية الانقسام الخلوي يبقى قول هنا يكون خيوط المغزل والتي تساعد في عمليه الإنقسام الخلوي سواء ميتوزي أو ميوزي. الشكل بيان المقابل يمثل حركة جسم من النقطة A إلى النقطة C، من A إلى B إلى C، تمام؟ مرورًا بالنقطة بي. يعني كده عدى على مين؟ على ايه? ثم B ثم C. فهنا طلب مني رقم واحد اللي هي السرعة القياسية للجسم. طب نرجع للشكل تاني كده هنا مديني الزمن بالثانيه وهنا مديني الازاحه بايه بالمتر ومديني مجموعه من الارقام فاول حاجه عاوز مين السرعه القياسيه طب ما احنا عارفين السرعه القياسيه بتساوي ايه برقم واحد عندنا السرعه القياسيه والله السرعه القياسيه بتساوي المسافه الكليه على الزمن الكلي يعني زي قانون مين اللي هي السرعه المتوسطه طب تعالى نعوض كده نشوف المسافة الكلية كام هو هنا بدأ من ايه من الصفر اللي هو بدأ من ايه ثم ب ثم سي صح؟ طيب هنبدأ هنا من الصفر بدأ هنا راح لحد كام؟ لحد اللي هو إيه عند اللي هي هنا كام قدامي اللي هي ستين متر زي ما احنا شايفين اه يبقى هنا أول رقم عندي كام ستين زائد بدأ من الستين راح لحد اللي هو العشرين من هنا كام؟ النقطة دي كام نبص مع بعض اه ده كام ستين اهو. بدا من عند اللي هي نقطه بي ثم وقف عند مين عند سي سي عند كام عند 20 لما اطرح ال20 من ال60 هيطلع لي كام هيطلع لي 40 يبقى زي كام 40 تعال نحسب الزمن كده الزمن من اول هنا لحد ما وقف طب هو وقف فين عند رقم 10 10 ثانيه اهو يبقى على كام على 10 يبقى هو لا تاني هو لا تاني جبنا المسافه ازاي انا اول رقم عندي هنا بدا من ايه الى بي ايه ده بدا من ايه من الصفر وبي عند كام؟ عند 60 يبقى كده اول رقم عايز 60 خلاص عرفنا جه ازاي طب الرقم الثاني ده جه ازاي؟ انا عندي هنا بدا من البي راح لحد مين السي البي بدات من كام؟ من ال 60 تمام؟ والسي وقفت عند كام؟ عند 20 هطرح ال 20 من ال 60 يطلع لي كام؟ 40 والزمن تحت عندي لحد كام؟ اللي هو 10 لما اجمع دول هيطلع لي كام؟ 100 يبقى عندي 100 على 10 يعني يطلع لي ايه؟ يبقى 100 على 10 هيطلع كام؟ 10 انا بجيب هنا سرعه متر لكل ثانيه ده هو المطلوب عندنا المطلوب التاني عاوز مين السرعه المتجهه للجسم يبقى الحاجه التانية كده رقم اتنين عندنا مقدار السرعه المتجهه اللي انا اسميها عين بعمل عليها متجه كده طبعا دي بتساوي عباره عن الازاحه على الزمن الازاحه على ايه على الزمن تعال نشوف الازاحه كام والزمن كام الازاحه احنا عارفين طبعا الازاحه اللي هي طول مقدار الازاحه اللي هو طول اقصر خط مستقيم بين نقطه البدايه والنهايه طب هنسال نفسنا فين البدايه البدايه ايه طب والنهايه مين اللي هو سي صح احنا عاوزين نجيب المقدار ده كده طب هنجيبه ازاي انا عندي بدا من هنا ولو مشيت كده مع نفس الخط كده عشان ده بيمثل نفس اللي هي نقطه البدايه هاجي اوصل هنا يعني هوصل عند النقطه ديت يبقى دي تعتبر نقطه البدايه بالنسبه لي وديت نقطه مين اللي هي النهاية انا يعني عاوز اجيب الحته اللي هي الجزء ده كده الحته دي كده عاوز اجيبها بكام هو ده الازاحه بالنسبه لنا طب الازاحه دي بكام هو من هنا لحد هنا من الصفر لحد كام لحد 20 يبقى عندي الازاحه بكام ب 20 يبقى عوضنا انا بكام ب 20 طب تعال نشوف مين الزمن عندنا يا ترى بكام الزمن والله عندي هنا هو واقف لحد كام عند عشرة ثانيه يبقى نعوض عن الزمن بكام بعشرة يبقى عندنا كده يبقى عندنا اللي هي 20 عشرين على كام؟ على عشرة يطلع لي كام؟ اتنين وانا بجيب سرعة الوحدة بتاعتها ايه؟ متر لكل ثانية يبقى دلوقتي مقدار السرعة المتجهة طالع بكام؟ باتنين متر كل ايه؟ ثانية اكمل العبارات الاتية بما يناسبها رقم واحد عندنا رقم واحد إيه تعتبر القوة كمية فيزيائية طبعا قوة يبقى كمية فيزيائية ايه متجهة بينما الكتلة كمية فيزيائية طبعا قياسية. رقم اتنين الغازان اللذان انتج المجرات والنجوم والكون عبر ملايين السنين هما الهيليوم والهيدروجين بنسبة كام على الترتيب خلي بالي هو بدأ بمين؟ احنا عارفين الهيدروجين نسبته خمسة وسبعين في المية طب الهيليوم هيكون كام؟ خمسة وعشرين في المية بدأ بمين؟ بدأ بالهيليوم خلي بالي 25 يبقى هبدأ بالخمسة وعشرين في المية يبقى اقول له خمسة وعشرين في المية. اللي هو الهيليوم واللي هو الثاني اللي هو مين اللي هو الهيدروجين بنسبه كام 75% على الترتيب خلي بالي او على غبط رقم 3 تتفق السرعه المتجهه مع الازاحه الحادثه في ايه سرعه متجهه وازاحه طبعا هما الاثنين كميات ايه متجهه يبقى هنا رقم 3 اقول له هتتفق فين في الاتجاه علشان هما الاثنين كميات ايه متجهه طيب وتختلف في ايه هتختلف في وحده اللي هي القياس وحدة القياس، طب ليه؟ علشان عندنا السرعة متجهة وحدة قياسها متر كل ثانية، أما الإزاحة وحدة قياسها إيه؟ المتر. رقم أربعة: بعض الخلايا الجسدية في الإنسان لا تنقسم مطلقًا مثل زي مين كده؟ أقول له والله زي مثلًا اللي الخلايا العصبية، يبقى رقم أربعة عندنا الخلايا العصبية. إحنا عارفين الخلايا العصبية؟ لا تحتوي على جسم مركزي إيه رقم أربعة وبعضها ينقسم تحت ظروف خاصة مثل أو زي خلايا الكبد يبقى إيه رقم أربعة كده خلايا الكبد رقم خمسة مسار الحركة في اتجاه واحد قد يكون إيه أو إيه أو كليهما معا والله مسار الحركة يا يكون في خط مستقيم يا في خط إيه منحني يبقى إيه رقم خمسة كده أقول له مستقيم أو منحني رقم ستة يستخدم يستخدم الفلكيون عند دراسة الشمس معدات خاصة مرتكزة على الأرض مثل مثل إيه؟ أقول له زي مين؟ زي التلسكوب الشمسي التلسكوب التلسكوب الشمسي أو محمولة في الفضاء مثل أو زي مين؟ زي تلسكوب هابل، تلسكوب هابل. تحركت سيارة من السكون، يبقى عندنا هنا سيارة كانت بدايتها السكون، تمام؟ معنى كده إن عين واحد هيكون بصفر، يبقى عين واحد بتساوي صفر. وزادت سرعتها إلى عشرة متر كل ثانية. بدأت تمشي كده السرعة بتاعتها وصلت لكام؟ عشرة عشرة متر لكل ثانية خلال كام قد خلال أربع ثواني يبقى الفترة ديت أربعة ثانية دي ثم تناقصت سرعتها إلى خمسة متر كل ثانية السرعة بتاعتها بدأت تقل وصلت كام؟ خمسة متر لكل ثانية خلال قد إيه؟ اتنين ثانية حلو عاوز إيه هو؟ رقم واحد عاوز العجلة التي تحرك العجلة التي تحركت بها السيارة في الفترة الأولى دي الفترة الأولى ودي الفترة الثانية طيب عندنا أول حاجة هنا عاوز العجلة هنا والعجلة هنا تعالوا نحسبها مع بعض كده احنا عارفين طبعا العجلة ج يعني بيساوي ع يعني اتنين ناقص ع واحد على اللي هو ايه دلتا ز تعالوا نعوض كده احنا دلوقتي في أول فترة عندنا اللي هو الجزء ده كده الجزء ده كده بالنسبة لنا الفترة الأولى تمام والجزء ده كده ده بالنسبة لنا اللي هي الفترة التانية. يبقى ديت أول فترة اللي هي رقم واحد وديت رقم مين؟ رقم اتنين اللي هي الفترة التانية. إحنا دلوقتي عاوزين نحسب مين للفترة الأولى؟ ده بالنسبة لنا اللي هي أول حاجة عندنا كده اللي هي عين واحد ودي بالنسبة لنا اللي هي العشرة دي بالنسبة لنا عين اتنين. طب عين اتنين هنا بكام قدامي؟ ب10 متر كل ثانية يبقى نعوض عنها بكام؟ ب10 ناقص عين واحد بكام قدامي؟ بصفر. والزمن هو بكام في الفترة الأولى؟ بأربعة، يبقى على كام؟ على أربعة، تعالى نقسم كده، يعني عشرة على أربعة هيطلع لي كام؟ هيطلع لي اتنين ونص، اتنين ونص ايه يعني أنا بجيب عجلة، يبقى الوحدة بتاعتها متر لكل ثانية تربيع منساش، تعالى نحسب كده الفترة التانية، يبقى عند العجلة في اللي هي الفترة التانية ج بيساوي نفس القانون عين يعني اتنين ناقص عين يعني واحد على دلتا زين. تعالى نعوض كده دي الفترة التانية خلي بالنا عين واحد هنا بالنسبة لي عين اتنين بكام بخمسة يبقى هنبدأ بأول حاجة إيه عين اتنين عين اتنين بكام بكام قدامي بخمسة ناقص عين واحد بكام بعشرة على الزمن كام اللي هو اتنين تعالى نطرح كده لما اطرح دول من بعض هيطلع لي كام هيطلع لي طبعا ده إشارة السالب اللي هو الكبير أحط سالب وأطرح ده من ده يطلع لي خمسة على كام؟ على اتنين يعني يطلع لي سالب اتنين ونص وانا بجيب عجلة يعني وحدتي متر لكل ثانية تربيع يعني عجلة اللي هي ايه اللي هي سالبة هنا خلي بالي تمام السؤال التاني عاوز ايه هو عاوز بعد كده قال لي الزمن اللازم لتوقف السيارة اذا تحركت بنفس معدل التغير يعني العجلة بتاعتي ثابتة في الفترة الثانية يعني العجلة بتاعت الفترة الثانية يعني ايه الكلام ده يعني دلوقتي العربية اللي هي السيارة اللي هي قدامي دي هتمشي فترة كمان هنفترض اللي هو الجزء ده كده تمام وبعد كده وقفت يعني معنى كده ده هيكون بكام بصفر لأن قال هنا إيه اللي وقفت توقفت أه الزم هو عاوز الزمن اللازم لتوقف السيارة توقف السيارة خلي بالي فعشان كده ده هيكون بكام بصفر إذا تحركت بنفس معدل التغير في السرعة معدل التغير في السرعة يعني إيه يعني العجلة طب في فترة؟ في الفترة مين التانية؟ طب العجلة في الفترة التانية كانت بكام؟ بسالب اتنين ونص يبقى ده خلي بالك معايا يبقى احنا دلوقتي عاوزين مين؟ عاوزين دلتا زين خلي بالنا يبقى عندي دلتا زين اللي هو الزمن هقول له عين اتنين ناقص عين واحد على مين؟ على اللي هو ج تعال كده نعوض عندي عين اتنين بكام؟ عين اتنين اللي هو هيقف عندها اللي هي بكام قدامي بصفر، يبقى نعوض عنها بصفر. ناقص ع واحد بالنسبة لنا اللي هي كان آخر رقم عندي هنا اللي هو كان كام؟ اللي هو الخمسة. يبقى ناقص كام؟ خمسة. على العجلة بكام؟ في الفترة التانية اللي هي بكام؟ بسالب اتنين ونص. يعني معنى كده سالب خمسة على سالب اتنين ونص. سالب على سالب هتروح مع بعض. و5 على 2 ونص يطلع لي كام؟ 2 وانا بجيب الزمن عندي والزمن وحدته ايه؟ اللي هي الثانية يبقى طلع ايه؟ 2 ايه؟ 2 ثانية ادرس الاشكال المقابلة ثم اجب اي هذه الاشكال يوجد به خطا علمي في هنا رسمة غلط تعال نشوفها مع بعض كده طب رقم واحد دي عبارة عن خلية تمام؟ وديتني هنا كم خلية؟ خليتين وهنا كاتب لي انقسام خلوي طب الخلية بتدينا خليتين امتى في حالة الانقسام مين؟ الميتوزي، يبقى ده عبارة عن انقسام ميتوزي. طب رقم اثنين كده، دي عبارة عن خلية ادتنا إيه؟ ثلاث خلايا، طبعًا ده غلط طبعًا، مفيش خلية بتديني ثلاث خلايا، وبالتالي كده الخطأ عندنا رقم كام؟ اللي هو رقم اثنين. الشكل رقم اثنين، تمام؟ رقم ثلاثة كده بالمرة، أنا عندي دي خلية، ادتني كام خلية؟ أربع خلية معنى كده ده انقسام مين؟ ميوزي. يبقى رقم ثلاثة ده عبارة عن انقسام إيه؟ مايوزي. اللي هو يكون مين الامشاج فرقم هنا السؤال الثاني بيقول لي اذكر رقم الشكل الذي يمثل انقسام رقم واحد عندنا يختزل يختزل عدد الكروموسومات الى النص عدد الكروموسومات هيبدا يقل للنص يا ترى انه شكل فيهم عندنا يا ترى انه شكل يا ترى احنا دلوقتي ده بالنسبه لنا ركننا خلاص على جنب يا ترى واحد ولا ولا ثلاثه طبعا رقم مين رقم ثلاثه عشان ده انقسام مين ميوزي عند رقم واحد ده اللي هو رقم مين رقم ثلاثه رقم اتنين عندنا ينتج عنه تعويض الخلايا التالفة والتئام الجروح مين اللي بيعوض الخلايا التالفة والتئام الجروح ويؤدي إلى النمو طبعا الانقسام مين الميتوزي اللي هو رقم كام قدامي رقم واحد رقم تلاتة يؤدي إلى اختلاف الصفات الوراثية بين أفراد النوع الواحد طبعا نتيجة حدوث ظاهرة اللي عبور العبور طبعا اللي هو انقسام مين الميوز اللي هو رقم كام قدامي اللي هو رقم تلاتة يا رب يكون في امنا ما من صالح دعواكم كان معكم استرخاء وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته